أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الفضلاء والفضليات، مرحبا في هذه الحلقة 13 والأخيرة حول أمنا خديجة. الأخيرة ليست من السلسلة، وإنما الأخيرة في قصة أعظم امرأة على وجه الأرض، سيدة نساء العالمين كما ذكرنا في الحلقة السابقة، سيدة نساء بني آدم الطاهرة المطهرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء وأشار إلى الأرض فقال خيرها أو أفضلها يعني مريم بنت عمران، وسيدتها أشار إلى الأرض خديجة بنت خويلد، ولا زالت في حياتها. أمنا خديجة الطاهرة المطهرة توفيت في عام الحزن، عام معروف عند أهل السيرة بعام الحزن. لماذا؟ لأنه تكاثرت فيه الأحزان على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف لا يحزن وقد فقد امرأة جليلة عظيمة بقدر أمنا خديجة، وذلك في السنة 10 من بعثته عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن رجع الحبيب عليه السلام وأصحابه الكرام من الشعب ونقضت تلك الصحيفة الجائرة الظالمة، لكن هذا الحصار الظالم كان من آثاره مرض أمنا خديجة ومرض عم رسول الله أبي طالب. ما لبثت أن ماتت أمنا خديجة، ما لبثت أن ثقل بها المرض وفارقت الدنيا لتترك خلفها هذا الإرث العظيم وهذه الخصالة الجمة الشاملة. ماتت أمنا خديجة ذلكم المساند، السند الداخلي لرسول الله. إذا كان أبو طالب سندا خارجيا يدفع أذى المشركين، فإن خديجة رضي الله عنها كانت سندا داخليا تعين الحبيب صلى الله عليه وسلم بمواقفها، بصبرها، بثباتها، بإعانة النبي صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا، فكانت دائما مع الحبيب طيلة 25 سنة، ربع قرن من الزمان لم تغضب الرسول قط، ربع قرن من الزمان لم يسمع منها كلمة أف قط، ربع قرن من الزمان لم تغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هكذا ينبغي أن تكوني أيتها المؤمنة مع زوجك، وهكذا ينبغي أن تقتدي كل مؤمنة مع أهل بيتها ومع أسرتها بأمنا الطاهرة الرضية المرضية. ماتت أمنا خديجة، ولئن ماتت جسدا ولكنها بقيت روحا وذكرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأينا أيضا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة أن الحبيب ظل يذكرها رغم موتها، فعاشت في لسان النبي وعاشت في قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكان يذبح الشاة ويقسمها ويرسل إلى فقراء المسلمين ويخصص منهم صديقات أمنا خديجة، اذهبوا إلى فلانة، أعطوا فلانة، إنها كانت تأتينا في أيام خديجة. ماتت أمنا خديجة ودفنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى بالحجون، وتوجد الآن مقبرة باسم أمنا خديجة تسمى بمقبرة المعلات،
وفيها يعني رفاة أمنا الطاهرة الراضية المرضية أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا على خطى أمنا خديجة. آمين، والحمد لله رب العالمين.